مفيش عملية كوروناري باي باس مضمونة 100%، لكن the patient عنده unstable liver، يعني في ريسك كبير لو حصل تخدير for a long time. طب وإيه العمل؟ ده الحالة اتخدرت فعلا. I can't do anything. كمان الإيكو والسي بي سي مش فيهم enough quality. كان لازم يكون في دقة أكتر من كده قبل السيرجري. ده حاجة حزينة جدا. هو اليوم باين من أوله. دكتور نبيل أنا آسفة جدا. الدكتور سليمان دخل عمليات ولا لسه يا دكتورة؟ هما بلغوني إنه لسه مستني الأوكي من دكتور التخدير. الحقيقي من فضلك بسرعة، خليه يوقف العملية دي فورا، وخلي دكاترة التخدير يفوقوا الحالة بناء على أوامر مني أنا شخصيا، وإلا هحملكم مسؤولية جنائية مش هتستحمليها لا أنت ولا الدكتور سليمان العريني. حاضر يا فندم. سوري يا دكتور، أنا هخلي حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في ال اكسكيوز مي دكتور نبيل، أنت من شوية قلت حاجة أنا عايز أتأكد منها. قلت إيه؟ دكتور سليمان؟ أيوة. What is his last name؟ العريني، ما هو ده الدكتور اللي Oh my God، دكتور سليمان العريني is here in the hospital؟ متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة، أنا لسه مكلم دكتور الأوعية اللي هيدخل معاه أوضة العمليات وقال لي كده. هو حصل حاجة؟ نفس اللي أنا حذرتكم منه يا سي مصطفى، محدش بيسمع الكلام. فين الزفت الأسانسير؟ حالا جاية يا دكتورة حالا. ازيك يا ريس؟ مين دكتور؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا جدع؟ اهلا دكتور. دكتوره من دقيقتين بالظبط اتصلي بحكمه المناوله اللي معاهم، عايز اعرف ابتدى ولا لا. في ايه؟ محدش بيرد، بس حضرتك عارفه الدكتور ما بياخدش دقيقه في التعقيم وبيفتح في ثواني. يلا بسم الله. انت عارف كويس قوي مين هو نادر سمارة. على جزمتي يا حبيبي. ما تطلبش فؤاد. انت نسيت نفسك ولا ايه يا معفن؟ انا اللي معفن يا بيه يا زباله يا واطي يا حرام المزيكا يا حرام العرب.
طب ورحمه امي لو ضحك في كل حته فيك يا وسط وخلي الدنيا كلها تضحك عليك ما بقاش نادر سماره ان مسحت اسمك بقى استيكه من الدنيا كلها تمسح مين يا واطي ما تشتغل شفاط انت نسيت انا جايبك منين يالا انا اللي عملتك واقدر اعمل 20 واحد من عينتك يا جربوع تعالي هنا رايحه فين مين دي يا هدى دي الانسه شهد يا فندم اللي جايه من طرف الشيخ حسان اللي قلت لحضرتك عليها لما افتكرت عايز تغني يا شاه؟ لا ابدا انا بس كنت جايه اتعرف على حضرتك بس يظهر يعني ان الوقت مش مناسب مالك انت خفتي مني ولا ايه ما تخافيش لا تعالي 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 انت حتى شكلك بقول حاجه كويسه بعتي لي البوفيه هوايدا هلا يا فندم سوري يا دكتور انا حاسس ان انت من ساعه ما سمعت اسم الدكتور سليماني العريني وانت منفعل جدا وعملت تتهمنا بحاجات غريبه سوري دكتور نبيل فورجيف مي انا مش قصدي اهانه مفيش داعي للاسف انا بس عايز افهم رد فعلك انت زعلان ولا فرحان ولا مخضوض اوكي اي نيد ا مونيتور وات دو يو مين اي مين ا كمبيوتر يس موجود موجود اتفضل كونكتد باي نت يس شور اتفضل بليز جيف مي يور مايند فور ا فيو مينتس انا مركز مع حضرتك جدا الله الله يا استاذ فؤاد حاسس بحضرتك معبر قوي ميرسي يا حبيبتي وانت كمان واضح ان ودنك حساسه وبتسمعي كويس المطرب اللي بجد لازم يكون بيعرف يسمع قبل ما يكون بيعرف يغني انا الحقيقه لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان انا قاعده في الاستوديو ده وبسمع حضرتك لايف كده يعني طبعا ما بتشربيش لا خالص وده كمان كويس قوي المفروض تحافظي على صوتك بكل قوتك يا شهد يعني لا سجاير ولا خمره ولا سهر كتير بس لما صوتي يعجب حضرتك الاول ايه الجمله الغريبه دي يعني انا اسمي فؤاد عوني الاسم ده مش محتاج انك تغني قدامه على المزيكا وتعملي قرار وجواب عشان يعرف صوتك حلو ولا وحش بمجرد ما تتكلمي معايا 5 دقايق خلاص اعرف انت ايه وهتبقي ايه معقولة الدكتور سليمان عمل الشغل ده كله طب امتى وازاي في فترة صغيرة جدا زار فيها لندن وجنيف وميونخ from 5 years ago لا بس ازاي الكلام ده مش معروف في الاوساط الطبيه او المجلات العلميه هير ان ايجيبت ممكن يكون مش معروف عشان انتوا دكتور نبيل مش بتستغلوا اني ابيليتي في ايديكم وكمان مش في ريال سنس ممكن تكتشفوا بيه مواهب كتير في البلد عندكم دكتور سليماني از فيري سمبل مش بيحب الميديا وكلام كتير كده عشان كده هو مش فيموس عندكم ريلي اي كانت بيليف ذات ازاي يكون عندكم واحد زي دكتور سليمان and you ask me to give you any help بس انت لسه قايل من شوية ان قرار الجراحة ده كان متسرع وفي خطورة على انا شفت papers just paper انا مش شفت live patients وكمان انا مش كان عندي ثقة في جراح كرر surgery لكن لما يكون اللي عمل ده واحد genius professor like دكتور سليمان ريني who can say any comment about his opinion للدرجة دي جينيوس